مساء الفل، ازيكم؟ رمضان كريم. حلقة جديدة من فطارك مع محمد صلاح. النهاردة عاملين وصفتين لطاف كده هيعجبوكوا قوي. النهاردة عاملين دقيق بامية، بس عاملين دقيق بامية بطشة كزبرة. انا بصراحة من الاكلات اللي انا بحبها جدا موضوع البامية المظبوطة اللي محطوطة في طاجن، مش اللي معمولة في الحلة. خلاص، انا البامية من هواتها جدا، بحب البامية اللي قد كده، هو دي اللي هو اللي بيقولوا عليها الزيرو. هنعمل لكم النهاردة الطاجن ده، يا رب يعجبكم إن شاء الله، وهنعمل شوية حاجات كده لطيفة. بس خلونا نبتدي الأول بالإيه؟ بالمكونات بتاعتنا على طول عشان ندخل، عشان هنطول شوية النهاردة. يلا بينا. النهاردة هنعمل إيه؟ هنعمل البامية. طاجن البامية بتاعي هيحتاج بامية صغيرة طبعا، ما لقناش بامية كبيرة، كل بامية الصغيرة مسحوبة في رمضان تماما. فأنتوا هتجيبوا بامية صغنطوطة خالص خالص، أصغر من دي طبعا. هنجيب موزة ضاني، لأن البامية بتحب الموزة الضاني، أو البامية بتحب الضاني عموما. ما بتحبوش الضاني انتوا براحتكم، تقدروا تستخدموا بقري. طبعا عندنا قرنين فلفل حمين، عندي صلصة، عندي توم حب لسه، عندي جدور كزبرة، وعندي بصل وصلصة، وعندي طبعا مستكة وكزبرة ناشفة، وعندي شوية سكر، وعندي ليمون. لازم ليمون؟ لازم ليمون. مش عارف الناس اللي بتحطش بامية على ليمون المشكله معاهم. فدي المقادير بتاعت اول وصفه عندنا النهارده. هاخد بس الليمونه دي كده اهو. هنعمل ايه؟ الباميه ناس كتيره ما بتحبهاش بسبب موضوع التمخيطه اللي فيها، ان الباميه تلاقوها ممخطه. ففي ناس تقول لك ايه، انا مش التمخيطه دي مضايقاني. فاحنا التمخيطه دي تروح ازاي؟ تروح بليمونه زي ما هي كده، وهي زي ما هي كده يعني، وهي لسه نية. خلاص، وهي لسه نية كده. دي احنا جايبين بامية مجمدة. طبعا لو جبتم بامية فريش، يا سلام حلاوتها دي، حلاوتها بقى. بيقولوا عليها في اسكندرية بامية تركي، تلاقي العنقود بتاعها ده لونه احمر كده، احلى بامية. بتاكلوا عسل، حتة عسل في الحتة دي. ماشي، هنحط شوية البامية دولت، هنحط الليمون ده، ونسيب البامية كده ساعة، ما عنديش مشاكل. يعني تقدروا تفضلوا سايبينها زي ما انتوا عليها الليمون ده كده لمدة ساعة. ايه اللي هيحصل؟ التمخيطة اللي انتوا بتبقوا قلقانين منها دي هتروح تماما، مع ان التمخيطة دي عايز اقول لكم ان هي اللي بتربط الطاجن بتاع البامية بتاعنا، يعني هي دي اللي بتخليه ممتاز وحلو. فانا حطيت كده ليمونة، تقدروا تحطوا اكتر، هتحطوا اكتر. انا بحب زي ما قلت لكم بحب احط ليمون كتير، بس انا مش هحط ليمون دلوقتي على الطاجن بتاعي. فادي البامية بتاعتي، ومعايا موزه ضاني. حلو، الموزه الضاني دي هنعمل فيها ايه؟ هنديها ملح وفلفل اسود كالعاده، دي البدايه بتاعتي. يلا تعالي حلوه. طيب انا عندي هنا موزه اماميه، دي اللي لقيتها، كانش فيه عندي موز خلفيه. الموز الخلفيه في الضاني بتبقى محمله اكتر وطعمها، او فيها لحمه اكتر، فهتلاقوا اللحمه بتاعتها كبيره. الموزه الاماميه هتلاقوا اللحمه اللي فيها اقل. حلو، فهنا احنا عايزين ايه؟ هنحتاج موزه خلفيه، يفضل اكتر، الاحسن عشان يبقى فيها لحمه اكتر. حلو، وهندي فلفل اسود، وهنقلب كده اهو. انا البدايه الباميه من الاكلات الرقيقه جدا اللي ما بتاخدش وقت طويل على النار، فبالتالي انا مش هسوي كل ده، انا بسوي لحمتي الاول. ايه اللي بيحصل؟ اللحمه بتاعتي، الحله بتاعتي سخنه، احط شويه زيت، الزيت نزل بقلل على طول، او واخد حته اللحمه زي ما هي. عايز اسمع الصوت، زي ما قلت لكم الصوت. ايه اللي يحصل لما اسمع صوت؟ اسمع او ادوق طعم، يعني اسمع صوت يبقى اسمع، يبقى ادوق طعم بقي على طول، لان السمع الصوت ده معناها ان حته اللحمه بتتكرمل وبتاخد لون، وزي ما قلت لكم تاخد لون يعني تاخد طعم. حلو، هنحمرها كويس، انا عايزها تحمر كويس قوي. وبعد كده هنزل معاها بالبصل وشويه ثوم. انا عندي البصل هنا اهو، هاخد شويه ثوم هنا، هاخد شويه ثوم كتير، ما عنديش مشكله، لان انا هعمل ايه؟ انا هعمل لكم شويه بتنجان عروس كده جنب الدباميه، يفتح نفسكم يعني، على اساس ان احنا النفسيه مش مفتوحه، بس مش مشكله، نعتبر نفسنا مقفوله. ف حاجه كده تفتح النفس، وحاجه هتبقى ظريفه ولطيفه. بص اللون، هو ده اللون اللي انا عايزه، ده المنظر بتاع لون الموزة، عايزة تبقى واخدة اللون المتحمر ده. الناحية التانية، يلا. حلو، هناخد شوية توم، ننزل معاه برضو بملح وفلفل اسود،
الفل. مش هنكتر التوم هنا لان لسه في مرحله توم ثانيه عشان طعمها يبان. طيب المايه بتاعتي هنا غليت، دي المايه بتاعت البتنجان العروس بتاعي. هعمل فيها ايه؟ هحط هنا شويه خل. ليه خل؟ اي حاجه عايزين تحافظوا على اللون بتاعها، بالذات في الحاجات اللي فيها صبغيات زي ده، زي البتنجان، زي الكرومب الصيني الموف، انزلوا معاها بشويه خل هيحافظ على اللون بتاعها ويبقى تمام ومتظبط. اخبارك ايه؟ عايزه اتحمر كويس. ماشي، هجيب التوم بتاعي، او انا اسف هجيب البتنجان بتاعي، وهعمل الاتي. شايفين كده؟ حلو كده اهو، وهنزل بيه في الميه. الميه فيها خل هتحافظ على اللون بتاعه، مش عايزينه يطول كتير. انا منزله بالعنقود، منزله بالعنقود. تقدروا تشيلوا انتوا العنقود ده، بس انا غسله بالفعل وايه ومتاكد من نظافته. فاحنا هننزل كده اهو على طول، دي مش اقلم منها. حلو، هنزل كده اهو كده تمام. حاسبوا بس ايديكم وانتوا بتعملوا بالشوكه كده عشان ما تنزلوش على ايديكم دي، لان عملتها قبل كده. خلاص اتسال انت يا معلم مع نفسك في هذه الاثناء، قبل ما الاخت الحلوه دي تاخد لون تاني. اللي هيحصل هنعمل الخلطه بتاعت الفلفل او البتنجان العروس كده. حلو حلو، وقع مش حاجه وقعت. اعمل فيها شويه توم حلوين. ماشي، نشيل ده كده مش عايزين. حمرت حلو لسه. هناخد الكميه دي كلها، وهناخد معايا هنا بوله هناخد فيها شويه ليمون، ده عصير ليمون. ليه بقى؟ عشان اول ما هيطلع سخن هينزل في الايه، في التتبيله دي على طول. معايا شويه خل، هنحط شويه خل، ممكن تحط شويه كمون لو عايزين، وعندي شويه ملح تمام كده اهو. نضرب ده كويس، هناخد بس شويه منه للباميه، هناخد شويه من التوم ده للباميه. ولا اقول لك احط كل ده؟ ما انا عندي توم مفروم هنا للباميه. ماشي كده حلو. بارك انت ايه هنا. خلاص دي خلاص، بصوا ده كده اللون العظيم اللي انا عايزه. انا مش عايز لون اكتر من ده، هو ده زي ما هو كده. هشيلها وهعمل ايه؟ هنزل بقى بالبصل بتاعي، وهنزل معاه بشوية توم مش كتير، يعني معلقة الا ربع، وهقلب كويس عشان اخد كل ايه اللي كان لازالي في الطاسة ده. حلو، خلي بالكم انا هعمل في طاجن، فبالتالي انا حاطط الطاجن بتاعي بيسخن في الفرن. انا عندي طاجن حاطه في الفرن بيسخن، حطيت هنا فلفل رومي يتقطع على كل ده. الخلطة دي عظيمة. ماشي كده اهو، واخد معايا قرن فلفل حامي زي ما هو. اضرب قرن فلفل اخضر تاني، هنشيل بس القرن بتاعه ده. بالبزر، بالبزر عشان يبقى حامي. هو البزر هو اللي بيدي الحرارة، يعني الطعم ده كله بيجي منين، او الحته الحراقه بتيجي منين؟ الحراره دي كلها بتيجي من البذر نفسه. يلا هنقلب ده كويس. احنا هنعمل ايه هنا بقى؟ انا هنا عايز اسبك صلصه، فانا هعمل ايه؟ هنزل الاول بمعلقتين الصلصه بتوعي كده تمام،
عايزها بس تاخد لون ذهبي سنه، مش عايزها مجرد تدبل، انا عايزها تاخد لون ذهبي شويه. احنا فاضل لنا وقت